لون شبابي لافت امتازت به العملية الانتخابية في البلدات العربية، خطوة لاقت قبولا شعبيا تمثل في إفرازات صناديق الاقتراع. اليوم ما بنيجي نتطلع على الشاب كجيل 21 ولا 22 ولا 25، اليوم الفكر الموجود عند الشباب بالثورة التكنولوجية والثورة العالمية اللي صارت، اليوم الشاب هو مكشوف على كل الأمور السياسية الاجتماعية والتطوعية، نشأ بيئة تطوعية بسياسية ممكن وتبلورت عنده الأفكار، وزي ما احنا قلناها إذا اليوم ما جاش دور الشباب وانت بده يجي. التجربة الشبابية في الحكم المحلي لن تكون بالأمر السهل ربما في ظل مفاهيم مجتمعية لطالما سادتها العائلية والحمائلية بعيدا عن الكفاءة والمهنية. على هذه القوائم الشبابية أن تستمر بمثابرتها في السياسة المحلية بحيث أنها لا تكتفي فقط بتنظيم نفسها عشية الانتخابات، وإنما عليها أن تقدم مشروع اجتماعي ومشروع ثقافي وعمل متواصل خلال كل هذه السنوات لتطرح بديل قوي وبديل ملتصق في المجتمع. رغم نجاح المساعي التي رمت إلى تذويت الوجه الشبابي في المشهد السياسي المحلي، يراهن المجتمع على أصحاب الفكرة مستقبلاً لإثبات نجاعتها. مطلوب أن تكون أجسام شبابية نعم، ولكن مطلوب على هذه الأجسام الشبابية أن تتمرد على الواقع العائلي والحاراتي وأحيانا الطائفي الذي هو مزروع داخلنا لسنوات طويلة. إذن هما أمران لا ثالث لهما، حكمة الشيوخ وهمة الشباب لصلاح المجتمع.